نادي النصر على نزول لاعبي نادي النصر في حركات الإحماء في هذه المباراة. العنوان الأبرز بالنسبة لهذه المباراة فيما يخص لاعب الكابتن محمد نور هو من يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة اليوم. محمد نور هو تحت المجهر واللقطات تشاهدونها في إجراء حركات الإحماء تحديدا مع الكابتن ربما محمد نور. أقول أغلب جماهير نادي النصر تحمل لافتة تحمل الرقم 18 يعلمون أن المشاركة الأولى للكابتن محمد نور هي مشاركة مهمة جدا وتثبت ربما تثبت أيضا للاعب محمد نور مدى تعاون جماهير نادي النصر مدى حرصهم على أن يظهر بالشكل المميز في مواجهة هذا اليوم. الظهور الأول يكون من خلال غريم